صباح الخير او مساء الخير يا برج الحمل. نخش على الطاقة العامة على طول. انت اتغيرت، مش اتغيرتي للأسوأ، انت اتغيرتي للأحسن فجأة بدون اي مقدمات، من واحدة بتزن لواحدة هادية. طبعا ما بعيبش على الزنانين خالص، اوكي، عشان بس محدش يجي يقول لي يعني ايه بتزن. من واحدة بتطلب طلبات كتير جدا اي حاجة بترضى بيها. ندي مثال تاني، ما كنتيش محجبة اتحجبتي، تغيير عموما يعني، او كنت محجبة قلعت الحجاب، بدأت تهتم بنفسك، او بدأت انت كمان تهتم بنفسك، بقيت تهتم بحالك. فهو استغرب ايه ده، ايه التغيير المفاجئ ده، وانا جاي يمشي تقومي متغيرة. بص شايفك ايه، شايفك ان انت حرفيا مسيطر على حياتك، وان انت مبسوط جدا، مفيش حاجة. هتمشي همشي، هتبعد هبعد، هتروح لطرف ثالث هروح لطرف ثالث. مش لازم الطرف الثالث يا جماعة يكون خيانة، ممكن يكون عرض اخر متقدم لي وانا مرتبطة، ولكن هذا الشخص اللي انا مرتبطة معاه شخص مش كفء، مش كويس، فانا عايزة اسيبه عشان العلاقة كانت بايظة. فانت اتغيرت يا برج الحمل، اتغيرت وما بقتش بتاع زمان، ما بقتش الشخص اللي ممكن يكون ممكن تكون مثلا كان كل ما يجي يمشي تمسك فيه مثلا، ما بقتش كده، بقيت تهتم بنفسك وتسيب كل حاجه بقى ورا ظهرك حرفيا، وانك عايز تبتدي بدايه جديده وباصص لقدام مش لورا. عشان كده هو عمال يقول في نفسه يعني هو يروح يرتبط وانا هفضل كده، لا طب خلي بالك بقى انا عندي طرف تاني. يلا يا عم مفاجاه، مش كده مفاجاه. طب هو شايفك كده، انت شايفه ازاي بقى؟ بص بقى، في اختلافات ما بينكم على فكرة، في اختلافات قوية كمان ممكن تكون في التفكير. انت شايفه ان هو شخص مش عايز اقول خدعك، ولكن هذا الشخص رحل مرة واحدة بدون ادنى مقدمات، فجأة رحل من هذه العلاقة. شوف الجمال، شوف العلاقة، اربع عصيان ورد ومسكين ورود وبنحب بعض، قلب الصفحة في ثانية، في ثانية قلب عليك. انت شايفه شخص ايه ده، ايه اللي خلاك تعمل ده كله، ما انتش فاهم. عشان كده انت زي ما تكون مش مصدق، انت مش مصدق اللي بيحصل ده حقيقة، ده حقيقة، انت مشيت من العلاقة فعلا، ده حقيقة، انت فعلا نهيت مرة واحدة، الشخص ده قفل عليك ما نور، لو هو قفل عليك عمل لك بلوك وكده كل حاجه فجاه مره واحده قفل عليك. ممكن يكون الشخص ده اكتشف ان انت في حد مقدم لك عرض، وممكن تكون مثلا قلت له بالليل انا متقدم لي واحد، قام عامل لك بلوك من غير ما يسمع، من غير ما يعرف التبرير، ماشي، لانه شخص عنيد وما بيقبلش حد يهزمه اصلا، اصلا ما يقبلش حد يهزمه، وما يقبلش حد يقول له انا ماشي، هو اللي يمشي. بس هو عنده شخص تاني، عنده شخص تاني على فكره. فانت شايفه ان هو اختفى مره واحده وهد المعبد، علي فيه، موت المشاعر الحلوه، موت الاستقرار، كل حاجه وقع، كل حاجه وقع، العصيان دي خلاها رمله. لا مع ذلك، ومع ذلك هو ما شايفك ان انت شخص اتغيرت. بس هو اعتقد يا برج الحمل لو في طرف ثالث بقى، السيناريو ده لو هينطبق عليكم، هو شعر ان انت اتغيرت للطرف الثالث ده، مش ليه هو خالص، مش ليه هو خالص. طيب في اختلافات ما بينكم، مش عارفة عليه اختلافات دينية، ممكن تبقى اختلافات دينية، ولكن ممكن تبقى اختلافات عادي يعني فكرية، ممكن تبقوا اتنين شبه بعض ولكن اختلافات فكرية. طب ايه الشيء اللي هو عايز يعمله؟ بص بقى وركز معايا، الشخص ده عايز يشتغل على علاقة قديمة او جديدة، هو ما يعرفش حتى الان، هو حتى الان محتار، بس هو عايز يشتغل على علاقة وعايز يبتدي علاقة اصلا، وعايز ينهي الصراع ده بقى. كفاية بقى، كفاية، هو في صراع ما بينكم تقريبا، كل ما تيجي تتكلموا مع بعض بتتخانقوا، حاجة زي كده يعني كل ما تيجي تقول له كلمة يقولك اسكت بقى انا مش طايقك وكده، ويقفل السكة في وشك ويمشي. فهو عايز يبتدي البداية الجديدة والصحيحة، سواء معاك بقى او مع حد اخر، ولكن هو عايز ياخد قرار بشأن هذه العلاقة.
حتى الآن ولم يأخذ ذلك القرار بس بكل بساطة. لكن هو كل منيته انه ينهي هذا الصراع، سواء كان ببداية معاك او بداية مع غيرك بقى، ويمشي ويسيبك. انت كذلك شعر ان هذه العلاقة كان فيها خداع، خدعك، مشي من العلاقة مرة واحدة. وانت بجد عايز تتغير على فكرة برج الحمل، مش هزار. وان كنت ما تغيرتش ابدأ. انت شخص جميل قوي على فكرة، وعندك عندك 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 مشاعر التغيير، عايز تتغير، عايز تغير حياتك. انت شاعر ان العلاقة دي، ايوه انت شاعر ان هذه العلاقة كانت علاقة مملة، او مش مملة بالمعنى الحرفي، ولكن كان بينقصها شيء. ايه هو بقى؟ مش عارف تحط ايدك عليه. يعني هي فيها استقرار، في اتنين هم واقفين هم مبسوطين، بس في حاجة جوه العلاقة دي كانت ناقصة. ممكن تكون انت كنت مش فاهمها، مش فاهم، او انت مش فاهماها، حاجة زي كده. ولكن انت الان في ثوبك الجديد، عايز تتغير، وده فعلا بص ده التمبرنس مع الميشن، ده الساحر، يعني تغيير واضح وصريح، وكل اللي هيشوفك يقولك انت اتغيرت. انت عايز تستقر يا برج الحمل، عايز تستقر، عايز ممكن نقول ايه، عايز تتجوز وتبتدي بداية جديدة بقى. كفاية بقى، في أزمة انت عايز تتخلص منها وترتاح بقى، ترتاح وتقعد ملك كده زمانك، تخلص من الخناقة الفاضية دي. تشعر ان هو كل ما تروح تكلمه يروح ضاحك كده ومش رادد عليك. طب ليه يا عم بتعمل معايا كده؟ او انا مش طايقك، مش عايز اشوفك تاني مثلا. وعلى فكرة برضو ممكن تكون علاقة ثلاثية. هو عنده طرف، لكن انت مش عارفة عندك طرف ولا. هنشوف النصيحة في الاخر، هنشوف الكلام ده. لكن انت عايز تغير حياتك، انت عايز تستقر، انت عايزة تبقي ام، عايزة تتجوزي. بالظبط، انت عايزة تتجوزي، انا مش بهزر. والشخص ده ممكن يكون كل ما الشخص ده ما كانش واضح. بالظبط، الشخص ده ما كانش واضح معاك، كان في غموض من ناحية مشاعره، ما كنتش فاهمه هو عايز جواز ولا عايز لعب عيال ولا انت عايز ايه بالظبط. مش راضي يوضح، لانه في طرف تاني في هذه العلاقه، في طرف سوري ثالث، عشان كده ما كانش واضح. انت مش فاهم هو بيعمل كده ليه، وبعدين كل شويه يمشي ويروح، يمشي ويروح، يمشي ويروح، ما انتش فاهم في ايه. ايه يا عم عمال تخرج وتيجي، تخرج وتيجي، انت انا تعبت عشان كده، وحاسس ان انت اتغيرت ومستعد انك تبني حياتك من غيره خالص. انت ممكن تلغيه، تمسحه باستيكا. انت جايلك عرض على فكرة، صح كده، انت جايلك عرض خطوبة، ده اللي هنشوفه تاني. انت جايلك عرض خطوبة، عرض زواج صريح، في شخص جاي يقولك تعالى تعالى بقى، انا متقدم لك، وشخص حلو قوي. انت عايز تستقر وتتقدم للامام وتترك تلك العلاقة، تترك تلك العلاقة. لكن هو عايز ياخد قرار. الشخص ده متردد وعنيد وما بيرساش على بر، ويتعب هو تخصص تقريبا كده، بيتعب اللي حواليه خلاص، بس يخش في العلاقه يتعب اللي حواليه ويمشي. يديك شويه مشاعر يحسسك بان انت ملكت الكون في ايدك، وبعد كده يجري. يا عم عايز ايه؟ انا ما اعرفش انا عايز ايه. انت ممكن تكون بتتعامل مع برج ايه يا ربي، برج الحوت، القوس برضو اوكي، وبرج هوائي، وبرج مائي، وبرج الدلو، وبرج برضو ايه، هنشوف تاني، وسرطان، السرطان والتور. طيب هذا الشخص بقى، وده الغريب بقى، ده الغريب اللي انا عارفة ان معظم الناس اللي هتشوف دلوقتي هتستقر. الشخص ده ممكن يكون بيّن لك ان هو مهمل، وانه مش بتاع جواز مثلا، وانه شخص متردد، وكان في طرف ثالث والكلام ده، ولكن كانت هذه العلاقة بالنسبة له علاقة ذا ستار، وعلاقة جميلة جدا، وتحقيق امنيات. هي كانت امنية في ايه بقى؟ هو شايف ان العلاقة دي كان فيها حب على فكرة، والله مش هزار. يعني انت ممكن تكون مش شايف ده، وشايف ان العلاقة، عشان كده هو متردد يا برج الحمل، عشان كده مش راضي يرسك على بر. انت كل ما تقوله احنا هننهي ولا هنرجع ولا هنرجع، فهو مش عارف، محتار، لان هو شايفك الاس اوف كابس والاس اوف بنتكلز، انت حقيقه في حياته، انت حب، شايف ان هي لو قدم لها كاس الحب هتبقى حاجه حلوه، هتبقى علاقه مثمره، شايف كده. هي كانت امنيه بالنسبه له هذه العلاقه،
اوكي هو شايف كده، دي وجهة نظره، انما انت وجهة نظرك انها علاقة فيها صعوبات، بالذات زي ما قلت لك في حاجات فيها ندم، فيها ندم، في شخص بيدي ويجري، شخص بيندم اللي معاه على انه دخل معاه علاقة اصلا، يعني هو ده المعنى الدقيق يعني. وشايف ايه كمان بالظبط، انت شايف ان هو كان معلقك وكان ما كنتش فاهمه. ايوه هو شخص مش مفهوم، غامض، شخص غامض، شخص غامض مش مفهوم، شخص متحكم قوي، مسيطر، ويحب يسيطر على اللي معاه قوي ويمشيه على كيفه، وانا غامض وهفضل غامض، مش انت ما تتحكميش فيا، لو راجل انت ما تتحكميش فيا، لو ست مالكش دعوه بيا، انا قرر وقت ما قرر. وكان معلقك معاه وهو ما بارد، شخص بارد ما بيحسش. اوكي انت عايز تمشي بقى، عايز تبص لحاجة تانية، انت باصص لحاجة تانية، مش بقولك انت في حد مقدم لك عرض، انت باصص لشيء تاخر، عايز تمشي وترحل من هذه العلاقة. ممكن يكون لان هو شايفها كده، فممكن يكون فعلا عايز بداية جديدة معاك، بعد كل الليلة دي كلها كده عايز بداية جديدة، ولكن لم يقرر بعد، ممكن في شهر 8 ما يقررش خالص. طيب النصيحة ايه بقى؟ طيب بص يا برج الحمل، والكلام ده تاخد بيه او ما تاخدش بيه، العلاقة دي علاقة ثلاثية، اوكي طرف ده عنده طرف تاني، عنده طرف تاني ماشي، وانت عندك عرض، في حد مقدم لك عرض، اوكي النصيحة بتقولك امشي بقى من وجع القلب ده، انت موجوع على فكرة، موجوع مش هزار، فامشي بقى من وجع القلب ده وخد قرار حازم بالرحيل، خد قرار حازم، انت مش عارف، انت كمان محتار، خد قرار حازم بالرحيل وارحل الى علاقة اخرى. بالظبط لو متقدم لك عرض تاني يا برج الحمل روح له، لان ده العرض الصح، ده قدرك، ربنا بعت لك عرض لطيف. لو متقدم لك شخص تاني، خطوبة، علاقة تانية، علاقة جادة، علاقة جادة مش هزار على فكرة، دي لو شخص متقدم لك فده كارتك اصلا، ده كارتك، ده كارتك، ارجع بقى لاصلك ولذاتك واقفل على الموضوع ده تماما، خد قرار حازم بانهاء وجع القلب ده، ده وجع قلب، الشخص ده هيفضل يروح ويجي، يروح ويجي ومش هيستقر، لانه شخص متردد وعنده طرف تاني ومش عارف يعمل ايه. فانت تقول له بص انا هريحك، انا ماشي، اعمل اللي تعمله بقى، انا رايح لعرض تاني، انا رايح لحد تاني، في حد تاني احسن، في حد تاني احسن، لا اكتر ولا اقل. الموضوع صعب، الموضوع صعب طبعا، الموضوع صعب. طب نشوف لك كده لو في عرض تاني، العرض ده ايه عشان برضو نبقى متأكدين، هل لو هناك عرض اخر انت عايزة تنزلي؟ اه اتفضل يا سيدي، اتفضل يا سيدي على الاستقرار، توأم الروح يا سيدي، يا سيدي يا سيدي، يلا يا عم بفت، خطوبة، انت عايز تتجوز، مش بقولك انت عايز تتجوز او انت عايزة تتجوزي، اصل مش لازم تكون دي ست يعني، لو راجل بيتفرج انت عايز تستقر، لان هنا برضو عندي الراجل اهو، بص ده جوز دي ده جوز دي اصلا، فلو انت راجل يلا يا عم خش على دي على طول، خش عليها وقول لها مساء الخير، مساء الخير، فضلي الكوباية، يلا انطلق يا برج الحمل، انطلق، هذه العلاقة فيها وجع قلب، الشخص ده شايف العلاقة كان فيها حب وكان فيها حاجات وكانت نجمة ولكن هو مش هيتغير، هيفضل الشخص الحيران، هيروح ويجي، يروح ويجي ما بينك وبين طرف اخر. طب وعلى ايه؟ انا ماشي، انا ماشي، همشي لعلاقة تانية، انا عايز استقر، عايز اتجوز، عايز راحة، مش عايز وجع قلب، عايزين الكارت ده يبقى مقلوب يا برج الحمل، مش عايزين ده، ده وجع قلب، ارحل من وجع القلب، انا هعتبر الكارت ده مقلوب يا برج الحمل، هعتبره مقلوب، هعتبرك خدت وعد عليك بعد الفيديو ده انك تقلب الكارت ده وترحل من هذا الشخص، ترحل منه تماما. اوكي خلينا متفقين على كده، خلينا متفقين على انك راحل من هذا الشخص، في توأم روح جاي لك، في توأم روح جاي لك، في شخص تاني هيجي لك، لكن هذه العلاقة علاقة ثلاثية، وهتكتشف ان انت احتمال اصلا بعد ما تسيب هذا الطرف هتلاقي خطب او دخل في علاقة تانية، احتمال وارد، احتمال وارد يعني.
ميرسي جدا يا برج الحمل، اتمنى ما تكونش ازعجتكم، واتمنى ما يكونش يعني، انا عايزاكم يبقى مشاعركم يعني، ده كارتك راح فين؟ كارتك انا عايزك تبقى شبه الراجل ده، ده كارتك اصلا. انت لو جالك حد من برج الحمل شبهك خده، عشان ده توأم روحك، خد القرار بقى ورحل من هذه العلاقة. يا رب تكون القراءة عجبتكم، والقراءة للمرة 600.